إذا عندك تقديم في المدرسة ولا تبي تقدم دورة ومحاضرة وتبي الناس تنتبه عليك وانت مو محضر، ما عندك سالفة، ما عندك محتوى، ما في موضوع، كمل معاي هذا الفيديو عشان أعلمك شلون تنقذ عمرك. شوف، مط السالفة حتى وهي معدومة الوجود. بتقولي شلون؟ شلون أمط شيء ما هو موجود؟ أقولك شلون. أول شيء، كل ما عليك أنك أنت تسويه أنك تستخدم كل الكلمات التي تعبئ الفراغات ما بين جملة وجملة، وكذلك لما أنت ما تكون عارف شنو اللي تبي، ها يا جمهور، بعدين عادهم يردون تقوله كذي، خل الجمهور يشارك معاك بالكلام وخل كلامك كله فراغات لحظات من الوقفات اللي ما لها داعي، وبعدين خل الجمهور هو اللي يكمل بعدين انطرهم لين هم يقولون الفراغات، بعدين لا تقولهم عافية عليكم، لا خليك يعني انك مندمج بسالفتك. وهذا هو اللي ينفع لما تكون معارف شنو اللي تبي تقوله، ولكن لازم انت تقدم الماء، بعدين يقولون وضوع، لا تقولهم عافية برافو كملتم الكلمة، استمر عشان تعطيهم إيحاء انك انت عارف السالفة. وبعدين لازم تكرر اللي انت قلته 3-10-20 مرة، ولكن من دخلة مختلفة علشان توهمهم ان عندك ساعة، بدي يقول لفة. وعقب هذا حاول انك انت تكرر عليهم وتقول انا احب تفاعلكم، وانت عيار محتاج تفاعلهم اصلا. السلام عليكم.